بكلمكم النهارده ان شاء الله رب العالمين عن موضوع بيقلق الناس شويه، اللي هو امتى يبقى انا اقول ان الترهلات اللي عندي دي لازمها جراحه شد للترهلات. دي طبعا هو للاسف ان حضراتكم مش هتقدروا ان انتوا تقيموا بالظبط امتى انا لازم الجأ لعمليه شد او هكتفي بان انا اعمل عمليه شفط. عمليات الشد ديت مجرد الدكتور بيقيم ان في ترهل محتاج لاجراء عمليه شد جراحي، دي بنبدا ان احنا نجهز الحاله بتاعتنا ان احنا لازم هنعمل العمليه دي، لاني انا بستفاد كتير. انا عندي بقى عندي اوريدي تانيه موجوده في جسمي مضايقاني، سواء بقى مسببه لي شكل مش لطيف، عامله لي احراج في البيت، ليها وزن فمضايقني، تعب ظهري، تعب فقراتي، تعب كتافي، كل الحاجات ديت بتدخلنا لاجراء عمليات الشد. احنا طبعا عمليات الشد الناس كانت بتسمع زمان عنها ان هي عمليه طبعا كبيره، وان انا بفضل في المستشفى 5 6 ايام، وان انا بعدها ما بقدرش ان انا ارجع لشغلي غير على الاقل بعد 3 اسابيع او شهر. لا، الكلام دلوقتي اختلف كتير. اولا ما عادتش هي مؤذيه خالص بالنسبه للشكل، لان احنا بقينا الاماكن اللي بيتعمل فيها الجراحه بقت في اماكن بتتغطى باقل اندرويرز. تاني حاجه ان طبعا ان احنا الاسلوب نفسه بتاع ان انا ازاي بقفل الجرح بقى افضل وافضل وافضل، عشان نقدر نعمل جرح لا يتعدى خط رفيع خالص ما يضايقنيش كشكل. تالت حاجه طبعا ان احنا ما عدناش ان احنا العيان بتاعنا بنعامله على انه شخص مريض. لا، انت لازم تخرج من العمليه شخص كويس. يعني انت دلوقتي بقى كتير بتاعنا ان احنا بنقعد في المستشفى بعد العمليه يوم، بقيت ان انا بقدر اتعامل في بيتي على تالت رابع يوم بقدر اتحرك جوه بيتي كويس، اسبوع 10 ايام ممكن انزل اتحرك بره البيت، ممكن على الاسبوع التاني بعد الاسبوع التاني ان انا ابدا ارجع شغلي، ابدا اسوق، ارجع لحياتي الطبيعيه اللي هي تقريبا بقت مثلا 80% بعد العمليه. لكن انا استفدت كتير ان انا، لان الترهلات للاسف موضوع مؤذي ومش له تمارين. احنا لازم هنضطر في الاول وفي الاخر ان احنا هنعمل العمليه، لان الجلد نفسه مش هيقدر ان انا نشده تاني طالما ان هو وصل لمرحله ان انا محتاج اجراء عمليه الشد. خلاص ما فيش رجعه، انا هعمل العمليه دي، يعني هعمل العمليه دي طالما ان انا عايز ان انا اتخلص من الموضوع بتاع الجزء المترهل في جسمي. وان شاء الله رب العالمين طبعا انتوا لما الدكتور بيقعد معاكم طبعا بيفهمكم التفاصيل الاكتر، انا محتاج اعمل ايه بالظبط، الريكفري بتاعي هيبقى قد ايه، الفولو اب بتاعي هيبقى قد ايه، ازاي انا هقدر ارجع للشغل بتاعي. وان شاء الله زي ما طمنت حضراتكم ان فعلا الدنيا اختلفت تماما عن زمان، والموضوع بقى فعلا مطمئن وجميل.